جاني مسج من آلاء بتقول لو سمحت يا دكتور، عاوزة حل جذري لمشكلة اليوريك أسيد، عندي عالي ومتسبب في وجع في كعب رجلي وشعور بالإجهاد في القدم. هو احدث حاجه الايام دي للنقرس زنس توب او جوتي فيت 80 او في بيورك 80، اي حاجه منهم لو اخذتهم مثلا لمده شهرين بيفرق معاها قرص كل يوم، وبعد كده تكمل شهرين كمان نص قرص، يعني تركيز 80 شهرين وبعدين تركيز 40 شهرين، معظم الاطباء بيلجأوا لكده يعني.